أعطيكم كيفية الأمور من الناحية الفنية البسيطة حتى ومبسطة، وفي الوقت نفسه هو الأساس اللي عندنا إن أنت تخرج من الدورة ماسك الطباية وعارف تستخدمها إزاي وعارف ظروف استخدامها، ولو كان الريح والهواء جاي من اتجاه تقع فين. كل الحاجات دي هتتعلمها عملي، لأن إحنا عايزين نوصل، وفعلا إحنا وصلنا في قطاعات لهذا الموضوع. أنا في مكتب النائب كان في مكينة حرق.